اليوم الثاني من المراجعة التدريبية. مشاركتكم معليش سامحوني فضلا لسه أمرا عن طريق الشات. طيب إن شاء الله حتكون مراجعة خفيفة ولطيفة لكم. طيب دائما أحب أبدأ بمقدمة أسميها أحيانا إعداد نفسي تجاه تخصص السلام والصحة المهنية. أحب أسوي تسويق صراحة لهذا التخصص. السلام والصحة المهنية السلام والصحة المهنية هفتح نهاية الدورة حوار المناقشة لأي أسئلة ثانية خارج موضوع اليوم، لكن مشاركاتكم شاهد يا أخواننا من أفضل البيئات اللي تزرع طموحك فيها. بيئة السلام والصحة المهنية تربة خصبة صالحة لزراعة طموحك فيها. دائما أقول السلام والصحة المهنية حتى يعني من باب التوظيف، وظيفة من لا وظيفة له. حلو، تعرفون شخص شهادته ضعيفة ابتدائي متوسط اتجاه التخصص هذا السلام والصحة المهنية. تعرفون شخص جامعي تخصصه ما له ملامح، كيف يعني ما له ملامح؟ مثال، أنا أعطي مثال بس، والله تخصص رياضيات. حلو، أنتم عارفين المسار الوظيفي تجاه هذا التخصص تدريس، ما له أي مسار ثاني، فتحصلونه جالس وعاطل سنتين ثلاث أربع، ولو ينسأل يقول لكم والله اللي متخرج قبلي بسنتين لسه ما تعين وجالس. ليه يا أخي؟ يا أخي أنزع ثوب التخصص هذا، غير أي مسار. من ضمن وأفضل المسارات مسار السلامة والصحة المهنية، عن طريق دورات تدريبية، عن طريق دخول البرنامج كوادر. خلاص، حتى لما نكتب في السيرة الذاتية المؤهل الدراسي تخصص بكالوريوس، خليه مبهم. حلو، المشاهد اللي سيرتك الذاتية عارف، خلاص شايف دوراتك التدريبية وشايف اتجاهك تخصصك واتجاهك تجاه السلامة والصحة المهنية. فالشاهد يا أخوان، السلامة والصحة المهنية تربة خصبة صالحة لزراعة طموحك. العمل في مجال السلامة عمل غير متعب، عمل شريطة أساسية هو حواسك، والعمل في المجال هذا جدا جدا مريح، وعلى قد ما هو مريح على قد ما هو أمان ومسؤولية. كيف العمل؟ مثال، أنا دخلت المنشأة، حلو، مثال بسيط، كاشف الدخان عطلان ولا طايح، ولا حجيب كرسي ولا حجيب سلم وأقعد أصلح، والله يعين ورانا شغل اليوم. لا لا لا، أنت حدك شفت الشيء هذا وشفت الأمر ذا، وصل وبلغ بس، هذه حدودك. حلو، اكتشاف المتغيرات، اكتشاف الأشياء المجهولة، اكتشاف الأشياء الخطرة، أنت همزة وصل. طيب النتائج، أنت النتائج ما لك صلاح فيها. حلو، أنت دورك هنا في توصيل الخلل هذا بس، وتحافظ على برنامج السلامة قدر الإمكان. طيب حواسي هذه كيف تشتغل؟ ما راح تشتغل صدقني إلا إذا دخلت المنشأة وهمك الأول والأخير ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هتشتغل على حواسك، هتبدأ تكتشف المتغيرات والأشياء المجهولة. لكن لا والله، اللي قاعد أشوفه من خلال جولاتي التدريبية في المنشآت، ألف منشآت كثيرة تدريب، إلا ما رحم ربي. الآن نبدأ نقول فيه تغير، همه الأول والأخير الثمان ساعات كيف يقضيها، وتحصلونه حريص على الشنطة اللي فيها الباور بانك والأسلاك والشواحن. وأكثر ناس يتكلم فيهم حقين السيفتي، أنهم فاضيين وما عندهم شيء. فعلا هذه الفكرة المأخوذة، والله ما عندهم شيء. حلو، وفعلا أحيانا بعض لما ندخل بعض المنشآت تحصلهم متجمعين، وهذا روتينهم دائما، جالسين ومتكين في المكتب. أفتح عليهم الباب، يا شباب إيش بكم جالسين؟ قالوا ليه، في شيء يا أستاذ منصور؟ ماخذين دورهم زد دفاع مدني، صارت مشكلة خرجنا، ما صارت مشكلة أمورنا طيب، ونقضينا ما بين أفلام. فالشاهد يا أخوان، نقطة أخيرة، توجهت الدولة توجه غير طبيعي تجاه التخصص هذا في كل
شهرين ثلاثة إلى ستة شهور نتفاجأ تجاه التخصص هذا تفاجأ عجيب صراحة لي في مجال التدريب في السلامة ما يقارب 8 سنوات. اللي صار خلال السنتين أو السنة ونص هذه تغير جذري، دخول السلامة في الرؤية 2030، قبل 10 شهور مجلس خاص بالسلامة والصحة المهنية يرأس وزير الموارد البشرية. يا الناس برنامجكم هذا مقدم من وزارة الموارد البشرية، قبل 2 أو 3 يمكن جاكم الخبر، التعليم فتح ابتعاث تجاه التخصص هذا، حلو؟ لا اليوم ولا بكرة ولا بعد سنة، واحفظوها زين. العرض راح يوفي الطلب، والله هي العكس، والله ما أدري، دائما أضيع فيها، حلو؟ فالعرض أكثر من الطلب الموجود، لكن مشاكلنا وين؟ مشاكلنا وين؟ احفظوا يا أخوان، إذا الله يسر لكم وعد الاختبار واخذت الشهادة، والله الشهادة ما راح تسوي لك شيء، والله الشهادة في النهاية تراها همزة وصل. قوة الدورة هذه وأي دورة في مجال السيفتي قوتها في فهمك في محتواها، على قد ما تكون فاهم في المحتوى على قد ما تكون قوي في هذا التخصص. فنصيحة يا أخوان أختم بهذه الدورة. بعدين أوكي صار الظرف وصار خلل وحقكم محفوظ، تدريبكم تحت وزارة الموارد البشرية وبإذن الله عملية وقت بس، حلو يا أخي، لازم أكون بعيد، لو اختبرته اليوم الثاني لازم أكون ملم بالمعلومات هذه، لأن هذا هو تخصصك في النهاية. طيب خلونا نبدأ. إدارة المخاطر، إدارة المخاطر، أنا أحب أتكلم في المجال هذا كثير صراحة، وإدارة المخاطر هي زي ما يقولوا دندنة السيفتي، الدورة ممارس محترف، دندنة السيفتي في إدارة المخاطر. نتعلم، نتدرب، ندرس دراسة سلام وصحة المهنية عشان وشو؟ عشان إدارة المخاطر. نتوظف في مجال السيفتي عشان إيش؟ عشان إدارة المخاطر، حلو؟ فهو هو العمود الأساس اللي شايل الخيمة باختصار. فإدارة المخاطر مهم جدا 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 جدا، إدارة المخاطر. طيب كيف أعرف فلان أحسن من فلان؟ بإدارته للمخاطر، بتقييمه للمخاطر بس. فلان يمر شهر والله ما جاب لي تقرير ولا جاب لي ملاحظة في الموقع، وفلان اللي معاه في نفس الموقع خلال شهر جاب لي ملاحظتين أو ثلاث، في فرق بينه، في فرق كثير، حلو. هذا اللي مستفيد منه، الثاني ما اللي مستفيد منه، مقضيها بس كيف أمشي 8 ساعات، حلو. فعشان كده حواسه ضعيفة جدا، تحديده أول شيء، وهذه مصيبة إذا مو قادر يحدد الخطر، قدر يحدد الخطر ما هو عارف يحلل وما هو عارف النتائج. خلونا نبدأ بتحديد وتحليل. قبل ما نبدأ دائما نسمع تحديد وتحليل وتقييم المخاطر، أيتهم أول، التحديد أم التحليل؟ أنا أتفاعل بالمشاركة يا أخوان، فرجاء جروب السايلنت يشاركونا. طيب حلو، يا سلام عليكم. أساساً ما أقدر أحلل إذا ما حددت، فالتحديد هي أهم نقطة وأول نقطة وهي أهم ما في إدارة المخاطر، أحدد الخطر، حددت الخطر فيما بعد حتجي. مصيبة لما يكون عندك خلل في الشيء هذا، عدم تحديد المخاطر. تحديد المخاطر هي أول مرحلة وأهم مرحلة، إذا حددت أحلل وبعدين أقيم، حلو. طيب قبل ما أبدأ بشرح لكم مثال بسيط عن الفيلم هذا كله، تحديد تحليل تقييم، حلو، اشرح لكم وش فكرة التحديد والتحليل والتقييم. مثال، انت داومت
المنشأة. وأنا دائما المنشآت اللي أنا أكون مسؤول عنها أفضل أن دوامهم دائما قبل الوقت. يعني مثال المصنع الفلاني دوامهم مثال 8 تداوم 7 سواء السيفتي حتى حقين لما. واللي متوظفين في الشيء ذا يعرفون الشيء هذا في شيء اسمه مسح ميداني. طيب أوكي الدوام 8 داومت 7 أنا أقصد كنت دخلت المنشأة فتحت الباب لقيت موية مكبوبة ومسكوبة على الأرض موية كذا على مستوى الأرض. وجود الموية هذا خطر ولا لا؟ ولا الأمر عادي؟ اللي قاعد يرسم رجاءً الله يسعدك خطر أكيد. حلو هذا إيش اسمه؟ هذا اسمه تحديد. أنت شفت عرفت أنه خطر هذا التحديد. طيب تتوقعون إيش راح يصير؟ راح يصير انزلاق. حلو هذا وش اسمه اللي قلتوه انزلاق؟ هذا تحليل. عرفت انه خلاص شفت المويه خطر حددت. طيب ايش راح يصير؟ راح يصير انزلاق. هذا تحليل. طيب سؤال راح يموت؟ غالبا لا. كلكم تقولون لا. إصابة هذا اسمه تقييم. هذا اسمه التقييم. واضح تحديد تحليل تقييم يا أخوان؟ عشان نبدأ يلا طيب لتحقيق إدارة المخاطر. إدارة المخاطر لها مبادئ. يعني لو أسألك أقول لك إيش مبادئك؟ والله مبادئ الصدق أنا ما أكذب دائما، ومبادئ الأمانة ما أغش أحد. حلو فهذه هي المبادئ. إدارة المخاطر نفسها لها مبادئ. حلو بدونها ما في، اللي هي التحديد والتحليل والتقييم وإصلاح المعالجة. طيب أوكي أنا حددت وبعدين حللت طيب وقيمت الخطر، طيب إيش الفائدة؟ طيب أعالج الموضوع هذا بس. هذا الفكرة. يعني لو أقول لكم طيب أوكي إدارة المخاطر وهي الدندنة زي ما قلت وهي العمود الأساسي، في النهاية إيش أبغى أنا من الموضوع هذا كله؟ أبغى حاجة واحدة بس، ما أبغى حوادث أيا كانت سميها، بس في النهاية أنا ما أبغى حوادث يا أخوان، بس أدير المخاطر عشان أمنع الحوادث. هذا المفهوم. فالحوادث ما تمنع إلا بإدارة المخاطر. عندي إدارة مخاطر خذها قاعدة، تفعل سبب تأخذ نتيجة، انتهينا. وله تقييم عند بعض الناس والجهال ولا بعض المنشآت، يعني كنا نسمعها كثير أول. يا أخي الأمور طيبة، يا أخي أنتم أبعدونا بس عنكم، والله ماشيين طبيعي، الأمور طيبة. والله يعني بعض الناس لو تقول له خد طفاية حريق في البيت قال أعوذ بالله يا شيخ، أنت تتفاول علينا أنت. حلو فالشاهد يا أخوان نفعل سبب حناخذ النتيجة. إدارتنا للمخاطر الهدف الرئيسي أن نمنع حوادث العمل. هذا الفكرة وهذا المفهوم. وحوادث العمل، حوادث العمل إيش اسمه؟ سببين ولا ثلاث أسباب ولا أربعة ولا خمسة؟ كم سبب رئيسي للحوادث؟ شباب دورسي لا يجاوبوا. فيكم الخير والبركة جميعا. طيب تخيلوا يا أخوان، ما هو موضوع عن الحوادث بس عشان يكون عندك كفكرة عامة ومفهومة ذهنيا، أن أسباب الحوادث أي حادث تسمع فيه على مستوى جد الرياض
المملكة الله لا يقدر إلا بخير دائما على مستوى العالم سببين رئيسية للحوادث. هذه الأسباب الرئيسية، تشوف فندق ولا تشوف مصنع راح فيها، سببين رئيسية ما تخرج من السببين: بيئة عمل غير آمنة وتصرف أو تصرفات عمل غير آمنة. البيئة من السلام عليكم. Unsafe action, unsafe condition. هلا دكتور. السلام عليكم. أيوه هلا. السلام. الأسباب unsafe action, unsafe condition. طيب خير إن شاء الله. فغالبا هي سببين رئيسية في الحوادث: بيئة عمل غير آمنة أو تصرفات عمل غير آمنة. البيئة عمل غالبا تصميم سيء للمبنى، حلو، عدم توفر معدات وقاية شخصية، حلو، عدم وجود مخارج طوارئ كافية، سوء تهوية. التصرفات القيام بأعمال غير المقرر فيها، حلو، تحصلون بعض الأشخاص في الأماكن العمل: يا شيخ بلا، ها تعطيني، جيب الكرسي أنا أطلع وأصلح اللمبة عبال ما توقع الصيانة وأرفع طلب وإيش اسمه ومفهوم القيام بها. أو شغال في المصنع يقوم عن مكان خوية، حلو، عدم التنسيق في العمل، وغالبا هذه نشوفها في المنشآت. متى التنسيق يصير؟ حلو، بعد المشكلة، حلو، بعد المشكلة خلاص جلست مع مدير الصيانة قدامي، مدير المستودع ومدير الإنتاج وبدأنا. ليه طيب؟ ليه ما في تنسيق؟ حلو، كثير أسمع شكاوي والله ما في أي تنسيق. تفاجأنا دخول المقاول الخارجي فارش سجالته وشغال يبدأ ولا الشغلة الفلانية، حلو، في مكان العمل ما في أي تنسيق مع إدارة السلام. حلو، القيام بالصيانة والآن شغالة، عدم الالتزام بتوصيات الجهات الصانعة. يا أخي الجهة الصانعة وصت، يا أخي المولد هذه، المكينة هذه، الآلة هذه تشتغل 8 ساعات، تشتغل 6 ساعات، تشتغل، خلاص التزم بتعليماتها، سواء في عدد ساعات التشغيل، سواء في كمية الإنتاج. مخالفتك للشيء ذا انتظر مخاطر، إذا مو اليوم بكرة، إذا مو بكرة في الوقت المحدد. فهذه غالبا يا أخوان من قاعد يلون، الله يسعدك، نهاية الدورة أفتح لك السبورة فهذه. طيب وين تتوقعون، سؤال لو سألتك، أغلب الحوادث في بيئة العمل ولا في التصرفات؟ في الاثنين ماندي، ها، أغلب الحوادث في التصرفات. بعض الدراسات قالت 85 من أسباب الحوادث تصرفات، والدراسة الثانية قالت بل 88 من أسباب الحوادث تصرفات. خلاص عندي مفهوم ذهني أن حوادث العمل يغلبها في التصرفات. طيب، طيب ما دام يغلبها في التصرفات، توجيهك، إرشادك، نصحك، عقابك في مكان العمل يساهم في 80% من الحوادث. كيف عقابك في المكان؟ حلو، عقاب يا مددي؟ لا لا، نحن في منظومة عمل بالشيء المتاح. سبحان الله، في ناس تقول له يمين يروح يسار، تقول له يسار راح يمين، تعطيه انضبط. فلان اشبله يومين والله شايفه منت، والله دفعنا غرام أو والله كتبنا فيه إفادة، ما تمشي إلا بالله. فهذا حتى منهجنا الشرعي، ترغيب وترهيب. الشاهد يا أخوان، حلو، تركيزنا الكل، بس التركيز دائما في التصرفات، عدم الالتزام الشخص بلبس المعدات الشخصية، بأداته التشغيلية، حلو، فهذا مهم جدا، يساهم في 80% من مشاكل العمل والحوادث. حلو، فهذا جزء من إدارة المخاطر. طيب
الخطر والمخاطرة. بالله ركزوا لي في النقطة هذه شوي. الخطر والمخاطرة. الخطر هو الشيء الذي يمكن أن يتسبب في ضرر. أي شيء يسبب لي ضرر هذا خطر. مثال الجدار هذا خطر، شايفينه يا أخوانها قاعد ألمس الجدار إذا شايفيني. الخطر هذا الجدر هذا الحائط هذا خطر، أتكلم في ذاته طبعا. حلو، أتكلم في ذاته. طيب لو عندي عداد كهرب شايفينه، لو أقول لكم هذا عداد كهرب مكشوف كمان، خطر ولا لا؟ يا سلام عليك. فالشاهد يا أخوان الخطر هو الشيء اللي يسبب لي ضرر. طيب المخاطرة، المخاطرة النتيجة احتمالية وقوع الشيء. يعني الآن هذا العداد الكهرب جنبي الآن، حلو، وجود العداد هذا ومكشوف خطر، لامسته إيش راح يصير؟ راح يصير المخاطرة حلو احتمالية. فالمخاطرة معادلتها خطر زائد تعرض. إذا صار الاثنين هذه الأمرين هذه خطر وتعرض حتجي لي المخاطرة. ما لمست، موجود بس ما لمست. المخاطرة مين موجودة؟ الخطر موجود بس المخاطرة مين موجودة؟ واضح يا أخوان؟ فالخطر هو الشيء الذي يمكن أن يتسبب في ضرر. أي أمر تشوفه أنه يتسبب في ضرر هذا خطر. والمخاطرة احتمالية ونتائج تعرض الشخص. طيب في بعض الشرائح حنمشي فيها على السريع ما تحتاج، وبعض الشرائح حتحصلوني أوقف شوي حلو وتلاحظوني أقول لكم ركزوا معي انتبهوا معي. طيب تقييم المخاطر هي عبارة عن تقييم شامل مستمر للحفاظ على أصول المنشأة. أصول المنشأة اللي يهمني أنا كمجال سيفتي، أصول المنشأة أمرين حلو، أرواح وممتلكات، هذا اللي يهمني كمسؤول سلامة، غيره ما لي صلاة. خرج إجازة ما خرج إجازة، أنتج اليوم 100 أنتجوا 1000، ما يهمني الأشياء هذه. حلو، فتقييم المخاطر هو عبارة عن تقييم شامل مستمر للحفاظ على أصول المنشأة. نحن سبب تواجدنا في المنشأة لسببين أصليين، حلو، أرواح وممتلكات. طيب كتسلسل خلينا نرقمها، رقم 1 أرواح، رقم 2 ممتلكات. طيب دحين عرفنا أن تقييم المخاطر هي عبارة عن تقييم جانب والموس. طيب إيش الهدف اللي حناخده من تقييمنا للمخاطر؟ حناخذ الحصول على صورة حقيقية لإيش؟ للأخطار. حناخذ توعية بالأطراف المعنية، حناخذ تدابير رقابية، حناخذ تحديد تدابير أقل البيش بالهرم اللي راح نتكلم فيه. طيب تحديد أو توليد البيانات المعلومة. أعطيكم مثال، أعطيكم مثال بسيط حلو، إزالة الخطر. ما قدرت أزيل، أنا أقلل من الخطر. مثال بسيط، لو جهزت في البيت وجيت خارج أبى أتعشى برا، جهزت وخلاص خارج سمعت صوت، فتحت الشباك لقيت الدنيا مطرت. يا أخوان تكلمنا من البداية، مراجعة حتى مكتوبة في النص الرابط، مراجعة للممارس المحترف الله يسعدك. حلو، لقيت الدنيا مطرت الله يكرمكم، رجعت غيرت الجزمة
قبل ما اخرج، لان الجزمه اللي كنت لابسها الله يكرمكم حتزحلقني. اخذت لي جاكيت، اخذت مظله وخرجت. انا هنا ازلت الخطر. يا سلام، كلكم تقولون لا، انا ما زلت، انا قللت الخطر هنا. طيب السيناريو الثاني، السيناريو الثاني نفس الوضع، جيت خارج سمعت صوت، الدنيا مطرت، فتحت الشباك، طلعت الجوال واتصلت على المطعم طلبت العشاء. انا سويت هنا برضو قللت ولا زلت؟ اتصلت طلبت العشاء ما خرجت. هنا انا نقلت الخطر، لسان حالي يجيني العشاء ومع السلامه. انا بس بعطيكم كمفهوم عام. اخر سيناريو، اخر سيناريو صدقوني نفس الوضع، فتحت الشباك الدنيا مطرت، تذكرت ان عندي كيس اندومي اصفر، والحمد لله النعمه من اشد الكارهين الحمد لله، والباغضين للأندومي، ومعها صحن شكشوك. تعودت من إبليس وتعشيت. أنا هنا سويت، قلت ولا عزلت؟ هنا عزلت الخطر يا أخوان، يا سلام عليكم، هنا عزلت الخطر. فالشاهد يا أخوان، أحيانا نتصرف تصرف على بالنا عزلنا، نحن ما عزلنا الخطر، هذا قللنا من الخطر. حلو والله يا أخوان، من ضمن الأشياء والتوجيهات أقولها في بعض المنشآت اللي أروحها المسؤولون سيفتي، أسألوا يعني مفتكرين الأمر غريب جدا، متى آخر مرة طلعت السطح؟ سطح إيش؟ الله يسعدك تفتح لنا باب. متى أخذت لفة خلف المبنى؟ يا أخي لفة مبنى إيش؟ ما أدري. طالما صور المنشأة أنت مسؤول، أنا ما أخوفك بس أنت الشماعة اللي يرمون عليها كل الأخطاء المنشأة لو صار خلل. حلو؟ فعشان كده يا أخوان، أيوة أخذ لفة خلف المنشأة، خزان مكسور، خزان مكشوف، أسلاك ممددة عشوائية، بقايا شجر بدأت تصير في مرحلة اليبوس السريعة الاشتعال لو تعرضت الحرارة، فمهم جدا يا أخوان. طيب الأهداف العامة لتقييم المخاطر هذا هو قلناه. طيب مبدأ أدنى مستوى معقول أو قابل للتطبيق، وتعمل عملية التقييم على تحديد مستوى المخاطرة في الآيزو 31000، لأن المخاطر عادة ما تكون. طيب يلا، هذا هرم المخاطر، هذا هرم المخاطر بصفة عامة، بصفة عامة، سواء في مجال السيفتي، في أي مجال تبغوه، في مجال الأمور الاجتماعية برضو تقدر تطبقه. حلو؟ فالتسلسل الهرمي نبدأ بأول شيء إزالة، بعدين استبدال، بعدين شروط تحكم هندسي، وبعدين حلو. هذا الهرم مستحيل، أنا حتى أحيانا تكون فاهم الهرم هذا، ويقول الأغلب فيهم الخير والبركة. حلو؟ بس مهم جدا، حتى طريقة توصيلك للمعلومة مهم جدا في مكان العمل يا أخي، درب يا أخي في مكان العمل مهم جدا يا أخي، مو التدريب فكرة تجيب مدرب وترزه عندك وبروجكتر، عملية التوجيه والإرشاد هذا جزء من التدريب. حلو؟ عمليات التدريب البسيطة يا أخي ليش تجيب عليها مدرب؟ حلو؟ فرضية استخدام طفاية الحريق هذه مهمة جدا، تقول تجيب لي عليها مدرب ليه؟ أعتب على بعض المواقع أروح أحصل 6-7 فيهم الخير وبركة سيفتي، ليه؟ والله نبغى نسوي فرضية. وينك أنت؟ فرضية الحريق، فرضية الإطفاء أتكلم بمعنى صح، يستخدم طفاية الحريق. حلو؟ الملزم في إدارة السلامة وتقول لها الأوشا أن نسبة المستخدمين لطفاية الحريق 100%، يعني من أصغر موظف عامل النظافة إلى أكبر مدير يعرف يستخدم طفاية الحريق، تكسر عنده حاجز الرهب.
الأغلب لو صار حريق والطفاية جنبه ما يستخدمها في حاجز رهب ويستغلها الشيطان ساعة حدوث الحدث. موضوع استخدام طفاية الحريق جدا سهل يا أخي، حتى مو شرط تولع نار يا أخي، الهدف والركيزة الأساسية إنه يستخدم طفاية الحريق. لما تجيبه في منطقة فضاء في حوش المبنى في سطح المبنى ويستخدم طفاية الحريق يشوف سهولتها، حلو، تكسر عنده حاجز بكرة لو صار شيء يفيدنا ويفيد نفسه قبل كل شيء. يعني حتى تطبيق إجراءات السلامة من المستفيد الأول أهل المنشأ العموم. طيب التسلسل الهرمي، حلو، التسلسل الهرمي طريقة شرح مثال بسيط. خلينا نقول مثال عندي شارع عام، يا سلام، عندي شارع عام وفي له حفرة، الحفرة هذه أرهقتنا يا أخوان، كل يوم حادث، شبه يومي حادث، شيل ودي مستشفى. استعنا باثنين في مجال السلامة، مستشارين مهندسين، المهندس الأول مهندس ناجي والمهندس الثاني مهندس مصطفى. ها يا مهندس ناجي إيش تشوف؟ قال والله أنا أشوف إنه تسوون هنا كشك تحطون فيه سيارة إسعاف، نختصر كثير في الوقت، بدل ما ندق على الإسعاف ويجينا وياخذ يروح من قريب، شيله وركب الإسعاف وودي. طالع في المهندس الثاني قال ها يا مهندس مصطفى، قال والله إذا في مقدرة مالية أنا أفكر والأفضل تفتحون عيادة مصغرة كذا طوالي، شيله حتى بدون سيارة إسعاف ودخلوا، وين أفضل، مشورة المهندس ناجي ولا المهندس مصطفى؟ ها رأي مين أفضل؟ أفا مهندسين هذول يا شيخ. طيب وش الحل؟ قفل الحفرة ولا شغل الأفلام هذه ولا شغل الاستشارات اللي ما لها داعي، قفل الحفرة، أردم الحفرة. هذا إيش اسمه؟ هذا اسمه إزالة، هذا اسمه إزالة يا أخوان، زين خلاص. طيب قلت لك والله ما أقدر أزيل، مكلفة أو نحن للطريق في منطقة حجرية الإزالة ما أقدر، إيش أسوي؟ أروح للمستوى الثاني اللي بعده. لا مو حلول هندسية موجودة في الهرم، استبدال يا أخي، سوي لي طريق ثاني يا لا قربت السيارات ودخلت على المكان هذا اللي فيه حفرة، استبدل الطريق، حلو. بس أنا بشرح لكم فكرة كيف أبدأ بالتسلسل، استبدال. طيب قلت لك والله استبدال ما أقدر والإمكانيات ما تسمح وتمهيد وطريق، وهو سويت لك فيلم أو الاستبدال هذا، منطقة واعرة، منطقة مرتفعة. أروح للتحكم الهندسي، ضوابط هندسية زي إيش؟ لا، وضع علامات إرشادية، لا، ما هو في التحكم الهندسي. أحيانا تكون الضوابط هذه وقتية وبعدين أزيل. مثال يعني التحكم الهندسي، مثال أحط لي صاج أغطي الحفرة مؤقت، هذا التحكم هندسي. أحط لي مطب، لجت السيارات في المكان هذا تهدي، حلو، هذا التحكم الهندسي. وغالبا احفظها، التحكم الهندسي فيه له عمل، أجل تحت الضوابط الإدارية، ما حطيت مطب ولا حطيت الكلام اللي قاعد تقوله. الضوابط الإدارية وش؟ لوحات، إرشادات، مؤشر يعشر، منطقة خطرة هد السرعة، حلو، توعية، حتى كمان التدريب، فهمت علي؟ في المجال هذا، في المثل هذا ما ينفع. فالشاهد يا أخوان هذه الفكرة. آخر شيء معدات الوقاية الشخصية. لو سألتكم الآن وضعنا في كورونا، وصلنا في أي مستوى
إزالة ولا استبدال ولا تحكم هندسي ولا تحكم إداري. وصلنا لآخر شيء معدات الوقاية الشخصية الكمامة، صح ولا لا؟ طيب واضح يا أخوان هرم المخاطر؟ طيب أفضل الممارسات لإدارة المخاطر وأضمن الفاعلية أشرك الأطراف المعنية، الكل يشاركني، القيادة من الأعلى، القيادة من الأعلى مهم جدا، من الإدارة العليا، التواصل، ودائما أقول يا حبايبنا يا مسؤولين الصف افتحوا قنوات تواصل في المنشأة، تواصل اتصال جوال، تواصل اتصال تلفون ثابت، تحويلة خاصة فيكم، حلو، تواصل بيجر، في بيجر ولا بطلوه، إيميل، افتح قنوات التواصل في مكان العمل يا أخوان. إشراك العاملين، يا سلام على الكلمة هذه، إشراك العاملين مهم جدا، إشراك العاملين مهم جدا، إشراك العاملين يا أخوان. عندي فندق، احتياجي مثال، احتياجي المسؤولين السيفتي 15، حلو، اللي قاعد أشوفه زمان، خذ 5 واحمد ربك عليه، يا رجل احمد ربك ان اعطيناك وجه في مجال السيفتي، انتم قاعدين تتسوقون علينا في مجال السيفتي، واو ترى امورنا طيبه. طيب اخذت 5، حلو، اخذت 5 مسؤولين السيفتي مع انه احتياجي 15، خلينا نقول 15 مقسمين على 3 ورديات، غالبا عمل مجال السيفتي على 24 ساعه، 8 ورديه اولى ثانيه ثالثه. طيب حلو، احتياجي 15 اخذ 5، بس في اشراك للعاملين باذن الله، خذ النجاح لبرنامج السلامه، خذ نجاح باذن الله لبرنامج السلامه ومنع حوادث العمل. طيب السيناريو الثاني، حشرح لكم اشراك العاملين. السيناريو الثاني احتياجه كم؟ 15. السلام عليكم، والله انا احتاج 15. يا رجل 15 يا ابويا قليله في حقكم، انا من الناس اللي مهتم في السيفتي، تبغى 15 ازيدك كمان فوقهم 10، خذ 25، لكن ما عندي اشراك للعاملين، خذ فشل لبرنامج السلام، غالبا هذا اللي قاعد يصير. طيب تعال هنا، ايش تقصد اشراك العاملين؟ يلبس معك ويقعد يلف زيك ويقعد يتفقد؟ لا 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 لا، كل في مكانه، كل في مكانه يا اخوان، اشراك العاملين حلو، ما يحمل التوصيلات فوق طاقتها، ما يسوي تمديدات عشوائيه، ما يخالف الانظمه والتعليمات، متوعي ومتثقف بدون اي مخالفات، بس والله ما راح يطبق الشيء هذا الا عن طريقك، بتثقيفك له وتوعيتك له، مستحيل. فعشان كذا الدور هذا مهم جدا، دور التثقيف، دور التوعيه، دور التدريب، كل شيء في الامور هذه. وتفتح قنوات المايك، بالله انتبهوا له يا اخوانا، قاعد اقفل المايكات عشان ما نشوش على بعض، مصدر الصوت عندي بس. فهذا هو اشراك العاملين، فعشان كذا من ضمن الاشياء المهمه انا افتح قنوات تواصل مع العاملين الموجودين. السياسات الواضحه لاداره المخاطر، الرصد المستمر، الرصد المستمر، الرصد المستمر، وحطها بالاحمر، لازم رصد مستمر. طيب يقول لك هنا ينبغي على المنشأة التواصل الفعال، الكلام اللي قلناه، تعرف ثقافة المخاطر بأنها القيم، ويمكن آخر وحدة عندكم خلوها آخر وحدة في البرنامج اللي هي الثقافة، الثقافة العامة، ثقافة السلام والصحة المهنية. نبغى نوصل لمرحلة أخيرة اللي هي الثقافة، الشخص التزم، حلو، مرحلة التزام تتأصل في سلوكه وعاداته، هذه هي الثقافة. فهذا هو اللي نبغى نوصل، ثقه تماما يعني حتى فطرتنا، ويعاملنا الله ما بين الترهيب والترغيب. فاللي ما يجي بالترهيب هو مو تهديد، اللي ما يجي بالترغيب حيجيب الترهيب، حلو. فعشان كده مهم جدا اللي ما يطبق
اللي ما يلتزم والله ترى راح يضيع، راح الضرر الناتج حيكون على الكل. يعني مثال بسيط، 100 سيارة ماشية وملتزمة بتعليمات السلامة المرورية إلا سيارة واحدة متهور ومنفلت ومسرع وبين السيارات، نقول مع السلامة الله لا يرد، هذا بيأثر عليه، بيأثر على سيارات. يا رجل لو صار عليه حادث ولا أثر ولا على سيارة، ما أثر هو بس يخيك في أنه يأثر علينا في الوقت ويعطلنا في الطريق. حلو، فعشان كذا مهم جدا. الفوائد وتكلفة الحادث، تكاليف الوقاية والحماية، على قد ما تدفع في السلامة على قد. يا أخوان اللي يستهتر بأمور السلامة وبأمور المنشأة بتطبيق التشريع وما يصرف على السلامة، الله لا يقدر إلا بخير دائما. لو صار والله لو صار حريق دمر المنشأة كامل، طلع لك حصيلة امتناعك عن التكاليف. غالبا إيش اللي يخلي بعض المنشآت شوي في السيف؟ الركيزة الأساسية التكاليف بس، بتيجي تقول له ادفع، بتيجي تقول له سوي. ناهيك انه السيفتي والتعليمات والتكليفات احيانا تكون ثقيلة على النفس. حلو، يجب على المنشأة وضع خطة لإدارة المخاطر وتشمل عمليات توضع لاعتبار المخاطر الجديدة في اماكن العمل ضمانا ان تكون تدابير السلامة منفذة. انا ما شرع فوق في الإدارة وتجاهل نقطة التنفيذ، هل في تنفيذ ولا لا، وبعد التنفيذ هل في متابعة ولا لا، ضمان أن تكون تدابير السلامة منفذة وكافية وفعالة. الله يسعدك، والله اللي أعرفه أنه الدورة توقع أنها محفوظة، الله أعلم. التغييرات في التنظيم والعمليات، أي تغيير في آلات جديدة دخلت، في طريقة تشغيل جديدة، هذه مهمة جدا يا أخوان. حالات الطوارئ، حالات الطوارئ، يجب على المنشأة وضع خطط لإدارة المخاطر وتشمل عمليات مخاطر التخطيط، تعريف المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، المراقبة والتحكم. طيب، قياس وتقييم المخاطر. القياس، كلمة القياس مهمة جدا يا أخوان. إيش يعني قياس؟ خلاص أنا نزلت نظام وفعلا قاعد يطبق، وبعدين أقيس. عملية القياس أنا بختصرها لكم بمثال معين كمفهوم بس عشان تتضح فكرة القياس. لو اشتريت سيارة جديدة اليوم، حلو، شغلت السيارة ومشيت فرحان بالسيارة، لفت انتباهك كنت تطالع في الطبلون ما في عداد بنزين، حلو. أو مثال، نزلوا لك نص السعر، قالوا بس فيها حاجة واحدة بسيطة تقبل، أيوة ما في عداد بنزين، قلت ما في مشكلة، شغلت السيارة ومشيت خلاص بدون عداد بنزين، كيف وضعك حيكون؟ أنت قابل بالشيء ده؟ متشتت، بتوقف في أي لحظة تبدأ توسوس، حلو، في موضوع البنزين. فهذا هو كلمة القياس، فلازم يكون عندي قياس للمخاطر وأعرف المرحلة اللي وصلت لها. طيب، تقييم المخاطر هي عملية تبدأ بتعريف الأخطار، احتمالية الحدوث وشدة التأثير. طيب، أحتاج تركيزكم. أحتاج تركيزكم بس في الكلمتين على. أبشر إن شاء الله، إن شاء الله الجروب بإذن الله. طيب، ركزوا لي. ألو يا فريق السايلنت، طيب أدري أنكم معي واللي مشاركين هم اللي
لكن في فريق كذا الى الان لسه ما شفت خطه، وانا ودي والله بس اشوف خطه، ما ادري انكم معاي بس في جزء معين كذا فريق السايلنت، ودي كذا بس اشوف خطه كيف، حلو ولا لا يكتبوا لي بس هذه الفكره. طيب هيا ركزوا لي شوي، احتماليه الحدوث وشده التاثير، حلو. احتماليه الحدوث، انا بشرح ابوصل لك فكره ايش يعني احتماليه الحدوث وايش يعني شده التاثير. يلا يلا، احتماليه الحدوث وشده التاثير، نحط رقم تقييمي، اقدر اقول منخفض متوسط عالي، لكن انا بحط ارقام، حلو، من 1 إلى 5. من 1 إلى 5، طبعا 5 اعلى شيء. يلا سؤال، والله يحفظنا، لو اقول لك احتمالية حدوث بركان في جدة كم؟ من 1 إلى 5، احتمالية حدوث بركان في جدة كم؟ لا أنا حطيت أرقام، من 1 و5 أعلى شيء. طيب حلو المشاركة، تعجبوني، احتمالية حدوث بركان في جدة 0 يا أخوان، إلا أن شاء الله هذا موضوع ثاني، كجغرافيا كطبيعة ومنطقة بحرية فصفر احتمالية الحدوث. أنا في النهاية ترى أشرح بس فكرة احتمالية الحدوث. طيب خلينا نقول فيما لو صار بركان، خلينا نقول صار بركان، شدة التأثير من 1 إلى 5 كم؟ شدة التأثير عالية يا أخوان، جدة مهيئة للبراكين، جدة مستعدة بمسارات البراكين باحتياطاتها، لا حلو، وضحت الفكرة. هذا بس شدة التأثير. بعطي مثال آخر، بعطي مثال آخر، بعطي مثال أخير، يلا. عندي، شوفوا قاعد أكتبها في الشريحة ومعليش لكم شوي في الخط، قاعد أكتب بالماوس. عندي ناجي، صاحبنا ناجي وحبيبنا مصطفى، هذولي أصحابي دائما معي في الدورة، طيب يلا ركزوا لي بالله شوي. ناجي ساكن في نفس الحي اللي فيه العمل، يا شيخ يخرج الشارع واحد يلف يمين وصل العمل، حتى بقاؤه في السيارة ما يأخذ دقيقتين. ومصطفى لا، ساكن في جنوب الرياض ودوامه شمال الرياض، يا رجل حتى فترة بقاؤه في السيارة يمكن ساعة إلا ربع. السؤال، خلي إجابتك في رسالة واحدة رجاء، أعطيني رقم لناجي ورقم لمصطفى، احتمالية حدوث حادث لناجي كم؟ واحتمالية حدوث حادث لمصطفى كم؟ في رسالة واحدة، اكتب لي ناجي كذا ومصطفى كذا. أربعة واحد، هذه نتيجة يا أبو حسن الهلال والنصر. عاد من 4 من 1 ما أدري. طيب حلو، خلصنا من احتمالية حدوث، صار حادث للاثنين برضو في رسالة واحدة، شدة التأثير الحادث على ناجي كم
وشدة التأثير الحادث على مصطفى كم؟ أعيد وأكرر، ناجي ساكن في نفس الحي اللي فيها العمل، ومصطفى البعيد. لو جالسين سمعنا أن ناجي صار عليه حادث ومصطفى صار عليه حادث، فشدة التأثير، شدة تأثير الحادث. يا سلام على إجاباتكم وبالأخص مشاركاتكم، الله يسعدكم. تمام، فيري فيري جود، حلو. طيب يلا هشرح أنا البداية. البداية البداية احتمالية حدوث لناجي اللي ساكن في نفس الحي ضعيفة جدا. خلينا نقول واحد، الرجل ساكن في نفس الحي. حلو يا أخوان، المايك 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 المايك. أين المايك؟ احتمالية حدوث لناجي ضعيفة جدا، واحد. حلو، فترة بقاء في السيارة يا رجل دقيقتين، فاحتمالية حدوث جدا ضعيف. حلو، طيب احتمالية حدوث حادث المصطفى لا عالي، توصل لأربع. يا أخوان المايك، الله يسعدك، لا ركزوا له على المايك اللي فاتح. الله يسعدك، الله يسعدك. فاحتمالية حدوث مصطفى عالية جدا يا أخوان، ساعة لربع في السيارة 40 دقيقة، مشوار واحد بشهر كامل من ناجي. هذه اقصد المقاييس. انا اوصل لكم فكره احتماليه الحدوث شده التاثير، ركزوا لي شوي، انا بس اوصل لك فكره. طيب شده التاثير، جالسين في العمل، ناجي صار عليه حادث، شده التاثير ايش؟ تحصلونا نضحك يا اخوان، ناجي صار عليه حادث، يا رجل تحصل اسطباح ولا انكسر، والصدام كذا دنك شوي، خبطه كذا لحسه في الجنب، ليه؟ حتى سرعته بطيئه يا اخوان، ما يتجاوز الثلاثين، هو شارع واحد أول ما يلف طب علينا في العمل. طيب لو صار حادث لمصطفى البعيد اللي يأخذ الخطوط السريعة اللي يمشي يمكن تقريبا 110 بسرعة 100، لا 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 دقونا عليه بالله، شوفونا مصطفى إيش صار فيه يا شيخ، لا والله هذا جاي ترى من المنطقة الفلانية. فهذه هي الفكرة يا أخوان، احتمالية الحدوث هذه من الأشياء المهمة جدا، احتمالية الحدوث وشدة التأثير. طيب من المعرضون للخطر؟ مهم جدا يا أخوة، مهم جدا وموضوع جدا سهل، الزوار، المقاولين، ولا هم موظفين السلامة، أم موظفين الصيانة، هل هم الأشخاص ذوي الاحتياجات، ولا عمال النظافة؟ أحيانا عمال النظافة يجيبون لنا العيد في مكان العمل. حلو، سواء عدم الوعي، انزلاق الماء على الأرض، النساء الحوامل، المظلمة، عايد على نشاط المنشأة، ما أقدر أحدد ولا تقدرون تحددون، إلا فيختلف من مكان لمكان حسب نشاط المنشأة. تدابير الوقاية وتدابير الحماية. حلو، تدابير الوقاية، تدابير الحماية. عندي مكان الصوت مرة مزعج، مرة الصوت عالي تعدى 85 ديسبل، منعتك ما تخش، هذه تدابير وقاية ولا حماية؟ منعتك ما تخش المكان ده، دخلتك وعطيتك سدادة، هذه تدابير وقاية ولا حماية؟
ما دخلتك المكان هذه تدابير حماية، لبستك سدادة هذه تدابير وقاية. طيب التدابير هذه وش الهدف منها؟ للحد. مودي والله العظيم نخرت في مخي اللي خلصني أسرين. والله يا عظيم شربت عصير خلاص. طيب قفل ماك يا ولد، صوت امك واضح. التكفيل عندي هنا، التكفيل عندي خلاص. طيب انا اقفل بس في رجوع، لا حد يضغط على سماعة المايك رجاء يا اخوان، اللي لسه جديد على الزوم السماعة انا ترى انا اللي اقفلها. حلو، تشوفها مقفلة ومغلقة خلاص، ترجع تلمسها مرة ثانية هتفتح معك. الشاهد، تدابير المنع والتحكم في الأخطار الهدف منها احتمال الحد من احتمالية الحدوث أو ظهور. طيب وش المتطلبات القانونية حتى ينبغي للمنشأ وضع تدابير الوقاية على حسب الامتثال من تشريعات الدولة؟ هذا تسلسل الهرمي رجع معنا مرة ثانية، إزالة، تحكم هندسي، استبدال، إجراءات الحماية آخر شيء. طيب عند فشل التدابير إيش راح يصير؟ راح يصير خطة طوارئ، تخطيط للإخلاء، أنظمة هذه تدابير الحماية، خطة طوارئ، خطة الإخلاء، أنظمة الإنذار، أجهزة إجراء نظام إطفاء مهم. على طاري الإطفاء يا أخوان، أنت كمسؤول سلامة ما أنت فريق إطفائي، ما أنت فريق في مكافحة الحريق. طب هذا ما يعني أنه يخليك من المسؤولية، دائما نتكلم كمسؤولين سيفتي في عنصر الحرائق عملنا ابتداء، بس الحريق إذا خرج السيطرة، الحريق إذا تفاقم انتشر توسع رقعات الحريق، هذه ما هي من حدود عمل. يعني حتى فكرة الطفايات وجودها للحرائق الابتدائية. طيب التقييم، التقييم بايش؟ بالرصد وقياس الأداء. التقييم التقييم بالرصد وقياس الأداء بالتخطيط والتنفيذ والتقييم والإجراءات التحسينية والسياسة الموجودة اللي طبعا تشرحها الإدارة. ولو تلاحظون أول وحدة تتكلم في البرنامج تتكلم على إدارة نظم السلام. أنا بطبق السيفتي ومنهج السيفتي في المنشأة، أبدأ بأول شيء من الأعلى، أبدأ بالإدارة. حلو؟ طيب هنا الإجراءات التحسينية وتصحيح العيوب التي حددتها الرصد والقياس في أقرب وقت. وهو تحديد أوجه القصور وتحسين الأداء مقارنة مع المنشآت الأخرى. وهذه المقارنة المعيارية أكيد أغلبكم يعرف ومر على المقارنة المعيارية. المقارنة المعيارية أقارن منشأة بمنشأة ثانية. في إيش؟ في الإنتاج، في البيع، في لا مالي صلاة، فيما يتعلق بالسلام والصحة المعيارية بس. فهذه المقارنة المعيارية حلو توضح أحيانا أوجه القصور وتساعدني في التحسين.
التدقيق الوقاية والحماية حنجي معلش في شريحة ثانية حنجي وابشر التدقيق كلمتين سريعة ولسه لها وحدة حيجيكم واحد من الزملاء بس عشانها مرت معانا التفتيش والتدقيق التفتيش والتدقيق التفتيش شيء ملموس ظاهري حلو اشتريت سيارة جديدة هتفتش على ايش؟ على المواصفات اللي قالوها لك لونها ابيض بجناح بتنده بدقن ما ادري الدقن باقي فيه ولا بطلوه لمبات الزنون حلو هذا هو التفتيش التدقيق لا امعن شوي حلو للثبوتيات لاستمارتها انتاجها حلو التاكد من الموديل فدائما التدقيق خاص بجمع البيانات والمعلومات حلو التفتيش من أي شخص يقوم فيه التدقيق لا ناس مسؤول وناس خبرة وناس فاهم طيب صح يعافيك طيب يعتبر مكان العمل محفوفاً بالعديد من المخاطر شوف لازم تعرف المخاطر اللي عندك لازم تحددها كيف يعني؟ إيش المخاطر اللي عندك؟ هي مع أن الكل مشترك في المخاطر هل هي فيزيائية؟ هنتعرف هل هي كيميائية؟ لا والله كيميائية ما عندنا شيء ما عندنا مواد كيميائية هل هي ميكانيكية متعلقة بالمعدات والآلات وحنتعرف عليها كمان بعد شوي وزي ما قلنا الشرح هنا وكرر طيب المخاطر الفيزيائية وش هي المخاطر الفيزيائية حلو الحرارة، الرطوبة، الضجيج هذه المخاطر الفيزيائية مثل الاهتزاز والضوضاء والانزلاق والتعثر والسقوط وفي الدراسة تقول رقم واحد مخاطر الانزلاق والتعثر والسقوط هي على مستوى السائدة على مستوى العالم أخطار ميكانيكية تتعلق بالحركة الآلات والأجزاء المتحركة والماكينات تتعلق بحركة الإنسان حلو؟ طيب في مخاطر الأغرونومية خاصة بإيش الأغرونومية؟ هذه تتعلق بحركة الإنسان وجلسته تتمثل في جميع الظروف المحيطة بالشخص بمكان العمل من وضعيات حركة يعني حتى من الملاحظة أخوان في بعض المنشآت حلو لما نروح مثال مصنع أقول له قد دخلت الإدارة قال لي والله يمكن قبل شهر أو شهرين كان لي تعريف بالراتب ولا إجازة ليه مبنى الإدارة هذا ما هو من ضمن حدود عملك حلو في شيء اسمه السلامة المكتبية أو السلامة في المكاتب معليش السلامة في المكاتب تتعلق بحركة الموظفين داخل المكاتب حلو وهل هم ملتزمين بتعليمات السلامة في التمديدات الكهربائية المزح الانزلاقات الطلوع فوق الكرسي ترك الأدراج مفتوحة حلو حتى مخاطر جلوسهم بالخطأ وهذا مهم جدا الإضاءة إلى آخر ما بعيد وأكرر في الموضوع ده
صورة العمل أنت مسؤول عنه، أي شيء في المبنى أنت مسؤول عنه داخل، طالما هو داخل صور المبنى فهذه مسؤولياتك، مستودع، مكاتب إدارية، أي كان. طيب المخاطر الكيميائية، المواد الكيميائية الموجودة في أماكن العمل، تعرف على طرق تخزينها بالشكل الصحيح، أول شيء تعرف فيه موجودة وين، في المعامل، في المختبرات، هل هي في المستودع، حلو نتعرف عليها، هل هي مخزنة بالشكل الصحيح، في شيء اسمه نشرة كده خاص، ويقال أحيانا أنها تعتبر زي جواز السفر للمادة الكيميائية، حلو إيش الأضرار المتعلقة فيها، درجة هل طرق مناولتها بالشكل الصحيح ولا لا، طيب في ما لو صار انسكاب للمادة هذه كيف نتعامل معها. طيب الخطر الكهرباء، يقول لك دائما الكهرباء قوة لا ترى ولكنها قاتلة، مشاكلنا من الكهرباء حاجتين غالبا لا ثالث لهم، حريق أو صعق، بس يا حريق يا صعق كهربائي، من مسببات العالم رقم واحد كهرباء، ويقال رقم اثنين التدخين، حبايبنا المدخنين ما يعترفون بالإحصائية هذه، رقم ثلاثة أعمال اللحام والقطع، أربعة الظاهر التفاعل الكيميائي وبعدها الكهرباء الاستاتيكية إلى آخره. فالشاهد يا أخوان الكهرباء مشاكلنا حاجتين، يا حريق وننتبه ننتبه 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 من الكهرباء، حلو في كل شيء وعلى همك الزيادة. طيب أو صعق كهربائي، الحريق خلاص غالبا يعني الالتزام وعدم تحميل التمديدات، التوصيلات الكهربائية، التمديدات العشوائية، البحث عن الجودة قدر الإمكان، حلو عدم استخدام الأجهزة المعيبة، يا أخي لا تشحن لا تشحن، تطرق جوالك على الراحة على مخدة تغيب، ما نبالغ نقول أنت جالس جنبه تغيب ساعات طويلة، إذا مرة لزم الأمر يا أخي أشحن على مكان صلب، تسريحة، كومودينة، قدر الإمكان، فنلتزم بالتعليمات هذه. الصعق الكهربائي هذا موضوع ثاني، حلو؟ ننتبه من الصعق الكهربائي. ماسك الخط الحي والمتعادل، أنت كده كملت الدائرة، طيب إيش راح يصير؟ بالعربي راح تنور، ماسك الخط الحي وموصل أرجولك بالأرض، حافي الله يكرمك، كده أنا مكمل للدائرة، حلو؟ نفس الشيء حراح أنور. طيب تختلف من شخص لشخص، لما أنا مكمل الدائرة كملت للدائرة، ومن الأسباب ترى محتوى أو داخل جسم الإنسان سوائل، عشان كذا موصل جيد الكهرباء، سوائل وأعصاب، فلما نكون مكمل الدائرة ترى تختلف من شخص لشخص، كيف الاختلافات؟ تختلف من الذكر إلى الأنثى، تختلف من ناحية البنية الجسدية، تختلف من ناحية إصابة العضو المصاب من وين، حلو يعني اليد اليسرى غير اليد اليمنى غير الجسم غير الرجول، تختلف من ناحية الوقت، ومع أن الكهرباء تعرفون جزء أجزاء من الثانية، تختلف من ناحية شدة التيار طبعا، تختلف من ناحية جفافية الجسم، كل ما كان الشخص جاف كل ما كان أكثر مقاومة للكهرباء، لا والله هو مرشح وغرقان وجاي من برا، هنا الصدمة حتكون أقوى شوي، لا والله يا رجل هو كان يستحم يتروش غرقان تماما، هنا غالبا يا وفاة يا موت، حلو ناهيك لو يكون أساسا هو في موية إلى نص الساق إلى نص إلى الركبة جدا. طيب شخص مثال يعني على السريع كذا من مخاطر كهربائية، شخص قدامي الآن، لو أقول لكم شخص قدامي الآن حلو طايح على أسلاك مجروحة كهرباء ومتكهرب صاحبنا قدام، أول خطوة أسويها إيش؟
يا سلام. أول شيء أسويه أفصل الكهرباء، هذا رقم واحد. ليش شغل الأفلام وأدور حاجة؟ لا، أفصل الكهرباء يا كنتين، هذا رقم واحد. طيب رقم اثنين، قلت لك والله ما أدري وين عداد الكهرباء، أو والله بعيد مسافة، عبال ما أروح وجهي الرجال شبع موت. مادة عازلة، قطعة خشب، قطعة بلاستيك، وننتبه من الأيام هذه يا أخوان استخدامنا لقطعة الخشب وهي مبلولة وغرقانة موية، حتكون أحيانا موصل للكهرباء. طيب مادة عازلة، قطعة خشب، قطعة بلاستيك، لا والله الدنيا بلاط بلاط، والله لا قطعة خشب ولا بلاستيك ولا أي شيء. فأحاول إذا كنت زي كذا لابس غطرة، لابس شماغ حلو، ما في أجيله من النص تحت يفضل. مثال لابس زي كذا ثوب، أجيله من النص تحت، أجيله من المنطقة الفضفاضة حلو، بين الرجلين منطقة القماش كذا الفضفاضة أمسكها. مثال يعني لابس ثوب زي كذا زيه، تيجي تمسكه من هنا عشان لو لابس القماش موصل خفيف جدا، فأجيله من المنطقة الفضفاضة. خلينا نقول إن شاء الله لكم الصورة واصلة لكم، يعني منطقة القماش كذا بين الرجلين منطقة الفضفاضة، وأحاول أسحبه. لابس أنا حزام شيء، أحاول. عملية الهدوء مهمة جدا، عملية الهدوء مهمة جدا، عملية الهدوء مهمة جدا جدا جدا. طيب إيش المخاطر البيولوجية؟ يا سلام، متعلق بالكائنات الحية، فيروسات، بكتيريا. أحيانا مخاطر شخصية في مكان صحي متعلقة، مثل مشاكل التنفس، تهيج، تلف عضلات، إلحاق بالضرر بالسمع، تدهور الصحة النفسية. طيب من إدارة المخاطر في الصحة، مكان العمل، الرعاية مهمة جدا، النظافة المهنية والصحة المهنية. الصحة المهنية، لو أقول لك دحين تعريف، أنا دائما في السلامة، السلامة والصحة المهنية، هذا تعريف احفظ. وش تخصصك؟ سلامة وصحة مهنية. وش وظيفتك؟ سلام وصحة مهنية. طيب سلام وصحة المهنية هي مجموعة من الإجراءات التي تهدف للحفاظ على إيش اسمه الأرواح والممتلكات، بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث. طيب أبغى أفصلها لك، أقول لك السلامة المهنية إيش والصحة المهنية إيش. حجيب لك الأولى، السلامة المهنية لو أفصلها السلامة المهنية هي حماية العاملين من الإصابات. حماية الشخص دخل عندك سواء موظف أو زائر، لازم توفر له سلامة مهنية تحميه من الإصابات، لا يتعرض لا لانزلاق لا سقوط حلو، لا يطيع عليه شيء. طيب أجر الصحة المهنية إيش؟ باقي 20 دقيقة حوقف، واللي يبغى يطلع يطلع، وجالس الأسئلة والمشاركات 20 دقيقة بس، تحملوني معليش ال 20 دقيقة. طيب صحة مهنية شنو؟ حماية العاملين من الأمراض أو خلو العاملين. طيب تعال بجي أكلمك أقول لك سلامة مهنية، أوكي أنت وفرت لي حماية، أوكي ضمنت لي دخولي، أدخل 8 ساعات وأخرج ما يجيني مثقال ذرة إصابة، لكن ما وفرت لي صحة مهنية. وشو يا أخي؟ دخلتني مكان رطب شديد الرطوبة، سنة سنتين صار عندي ربو، دخلتني مكان ضجيج عالي مقابل طبعا 8 ساعات دوام تعدل 85، سنة سنتين صار عندي ضعف في السمع، دخلتني مكان شديد الإضاءة، سنة سنتين صار عندي ضعف. طيب السؤال، النظافة المهنية حماية الأفراد
يقول لك هنا مكتوب حماية الأفراد من الأخطار الصحية. كيف أوفر النظافة المهنية؟ منع مخلفات العمل، الله يكلمك من دورات المياه، النظافة المستمرة وتوفير مراوش حلو وأدوات النظافة من صابون وخلافه حلو، هذه كلها النظافة المهنية، عدم تراكم المخلفات الله يكرمكم زي ما قلت الزبائل وخلافه، هذه النظافة المهنية جدا 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 مهمة، تلزم العاملين بالنظافة. طيب فحص مكان العمل، تصنيف المخاطر، مخاطر كهربائية، لازم أحدد المخاطر الموجودة عندي في العمل وش هي، هل هي ميكانيكية كهربائية إشعاعية مواد خطرة حريق وانفجار، هل هي مخاطر انزلاق وسقوط من سقالة من سلم. حلو يا أخوان، جميع المخاطر مهمة جدا إننا نمنعها، بس كمفهوم عندك في مخاطر فردية تتعلق بالفرد نفسه، وفي مخاطر ضررها متعدي. مثال فردية مقتصرة على الشخص نفسه، سقوط من سقالة سقوط من سلم تهمنا هذه ولازم نمنعها، بس في النهاية ترى نتيجتها فردية على شخص شخصين. نخاف دائما من المخاطر اللي ضررها متعدي مثل الحرائق. حلو، يعني لو قدرت أداري على المنشأة من أهمها، طبعا مو معناته إني أترك، بس من أهمها إنه ما يجي مخاطر الحريق. ترى الحريق يجلسك في البيت، والله يجلسك في البيت، تبى تسوي لك سيرة ذاتية من جديد، إيش فيه والله حسبي الله عليهم شغال في المصنع الفلاني وراي. حلو، هذا اللي قاعد يصير يا أخوان. فعشان كذا مخاطر الحريق هذه من أولويات أولوياتنا يا رجل. والله لو مثال أنت شغال لك 4 سنوات مسؤول سلامة في المنشأة سين، ورجاء بدون ذكر أسماء، المنشأة سين صار فيها حريق، الكل عرف على مستوى المملكة عارف أن المنشأة الفلانية صار فيها حريق، وأنت مسؤول سلامة، خلاص قفلت مشيت رايح تقدم، بالله تتجرأ تكتب ال4 سنوات هذه في سيرتك الذاتية؟ توقف قدام الشخص والله وين من فنجة؟ أوه جاي من سين اللي، وأقعد عاد برر والله كنت في إجازة ما كنت دوام، أنا كانت ورديتي في الليل صار الحريق في الصباح، ما ينفع الكلام هذا. يمحي لك غالبا يمحي لك ما مضى. فعشان كذا الحريق دائما تركيزنا كل ما يتعلق في الحريق، كل ما يتعلق، ودائما أقول وقاية وقاية رقم واحد. الحين كمفهوم حريق كمبدأ، أول شيء وقاية رقم واحد، أحقق مبدأ الوقاية. طب كيف الوقاية؟ اتأكد حلو الناس ملتزمة بالتعليمات، متثقفة متوعية، ما في تحميل للتمديدات، ما في تمديدات عشوائية، ما في تحميل للتوصيلات الكهربائية فوق طاقتها. حلو، الناس ملتزمة، هذه وقاية. طيب أوكي، الوقاية هذه ضربت عندي، أنتقل للمرحلة الثانية، مرحلة المكافحة مهمة جدا. كيف أكافح؟ هل أنا جاهز للمكافحة ولا لا؟ عندي طفايات حريق ولا لا؟ أجهزة الدخان كويسة ممتازة شغالة وفعالة ولا لا؟ يا أخوان ياما حرائق صارت، يولع عندي مكتب ولا يولع مكتبين يا أخوان، يولع عندي مكتبين ولا ثلاث، يولع 3 مكاتب ولا يولع دور، يا رجل يولع دور ولا يولع المبنى بالكامل، ياما حرائق صارت، جيرانهم اللي جنبهم والله ما دريوا الحريق صار، الخطر ماله صاحب. حلو، منتظر تصرف خاطئ، منتظر تصرف عشوائي ويجيك دفع، فانتقل. أنا جاهز حتى كذا ذهنيا لما أفكر، أنا جاهز للمكافأة، أوكي طفايات متوزعة بالشكل الصحيح، العدد كافي،
فريق مدرب بقدرات اطفائيه مناسبه. ايوه اوكي حلو. طيب اجهزه كاشف الدخان قاعد يسوي لها تيست كل فتره؟ حلو. بشكل اسبوعي كل اسبوعين ولا لا؟ انظمه الحريق تعطيني خبر. اداري دائما خذوها قاعده، سرعه الاستجابه تساهم في مكافحه الحريق. ودائما حرائقنا يا اخوان على مستوى البيت الله يحفظنا، على مستوى المنشاه، احنا في معامل ومختبرات يصير انفجار، والله يبدا بشيء بسيط بسرعه تنتشر دائره الحريق. طيب اوكي مكافحه، الحريق ما له صاحب والنار غير محترمه ولا تعرف تفرق بين الكبير والصغير ولا تدمر وتتلف تماما. طيب انا جاهز للخطوه الثالثه اللي هي اخلاء الممتلكات بتروح الله يعوضني خير. رقم واحد الارواح مهم جدا. طيب كيف نتجه للنقطه الثالثه اخلاء؟ هل انا جاهز بمخارج طوارئ اشيك عليها؟ عدم وجود انسدادات عندي؟ خطه اخلاء مناسبه وفعاله اقل شيء مره في السنه؟ يا اخوان مثال، لو صار حريق في مبنى فندق ولع بالكامل ولع بالكامل، طيب في وفيات؟ يا رجل ما في اصابات مو وفيات، يتصفق لك في النهايه. فعشان كذا النقطه هذه مهمه يا اخوان، افهمها كذا مفهوم. وقايه، مكافحه، اخلاء. يا سلام عليك. مخاطر احيانا في المركبات، وجود رافعه شوكيه في مكان العمل، تريلات الشحن والتحميل تدخل في مكان العمل، هل في خطوط؟ غالبا زي شو اسمه مخاطر مركبات برضو زي الاوناش، الرافعه الشوكيه يكون لها مسار معين، دائما في المصانع العاملين لهم مسار معين وغالبا هم بالقرب من الحائط. أحيانا مخاطر تتسبب في الأذى الجسدي، مخاطر العمل في الأماكن المرتفعة، التعامل مع المواد الكيميائية والآلات، مادة الأسبستوس، الأمراض العقلية المرتبطة بالعمل، مثل يعني أعطيك مثال بسيط زي اللي يشتغلون في عمليات الدك هذه والعز بصفة مستمرة بفترات طويلة يصير عنده خلل. حلو. مخاطر الهرم، الضوابط الهندسية والرقابة الإدارية مهم جدا. هذا برضو رجع معنا هرم. طيب إزالة إحاطة عزل الخطر. طيب ضوابط إدارية مهمة جدا، إجراءات تشغيلية مكتوبة، هذه من الضوابط الإدارية. حدود الوقت للتعرف من الساعة كذا للساعة كذا، السيطرة على استخدام المواد شديدة الخطورة، الإنذارات والعلامات التحذير، التدريب. مفهوم تحليل الأخطار هي واحدة من أدوات تقييم. حلو. المخاطر هو نظام يساعد على إدخال مبادئ نهاية شوي كذا أكلم الأعضاء في جمعية فيمسا. أبشر في جروب هخليهم يرسلون الرابط. أبشر. أفضل طريقة لحماية العمال هو الإزالة. طبعا أول شيء أفضل إزالة، زيل يا عم، هو رقم واحد. طب إذا ما قدرت أزيله واحتاج الشيء هذا، يعني مثال أعيد مثال بسيط كده على السريع مفهوم الإزالة. عندي مولد صوته عالي مزعج تعدل 85، زيله يا أخي، ما أقدر زيله أساساً، أحتاجه ما جبت اللي أبغاه. طيب
أجي الاستبدال، طب استبدله بشركة ثانية يكون صوته أخف، هو أفضل شيء وهو احتياجه، ما أقدر استبدل. تحكم هندسي غطيه يا أخي، قفله بكلبش شو قفله بلوح، خلينا نخفف يا أخي، لو قفلنا هيسبب لي مصدر هنكفل عليه التهوية، فما أقدر أتحكم فيه هندسية. أروح للتحكم الإداري، ممنوع الدخول. حلو؟ لا والله ما نقدر نقول ممنوع الدخول، أساساً في فلان وفلان لازم يخش المكان ذا. أجي للضوابط الأخيرة اللي هي معدات الوقاية الشخصية سدادة، ويدخل المكان. طيب السيناريوهات الجيدة، مكان تنفيذ العمل نتأكد منه. أحياناً مشاكلنا ومن وين؟ من لحظات التشغيل، لحظة أداء العمل. أحياناً لا، من بعض السلوكيات. أحياناً يقول لك فعل غير آمن وسلوك غير آمن، وش الفرق؟ فعل غير آمن وهذا سلوك غير آمن، إيش الفرق بينه؟ متى أقول عن فلان هذا فعله غير آمن وهذا سلوكه غير آمن؟ إيش الفرق؟ يا سلام. أحياناً الفعل، غالباً الفعل مرة واحدة، السلوك من التكرار. حلو؟ دائما اركز فلان يا عمي والله معروف، وما يجيب العيد الا فلان، فخلاص هذا اوصل لمرحله معاه انه سلوكه غير امن. حلو، اكثف عليه عمليه التوعيه والارشاد، وغالبا غالبا العقاب هو الحل الامثل. مكان العمل، ما هي العواقب، كيف يمكن ان يحدث، سجل الاخطار، هذه مهمه جدا يا اخوان، اداه في عمليات اداره المخاطر. حلو، يستخدم في تحديد المخاطر والأخطار في المشروع، يستخدم سجل المخاطر بالاقتران مع خطة العمل. يا أخوان احفظها، خذها قاعدة. الأعمال الغير آمنة كيف أضبطها؟ الأعمال الغير آمنة، في أعمال غير آمنة، الأماكن المغلقة، أعمال اللحام والقاطع، كيف أضبطها؟ أضبطها بالتصريح، أضبط العمل في الأماكن الغير آمنة بالتصريح، تسمح باتخاذ الإجراءات الصحيحة من حيث الحد، اتخاذ الإجراءات المشتركة والعمل ضد المخاطر، يتم استخدام لمعرفة المخاطر الأكثر أهمية، مدى فاعلية تعامل المدراء من المخاطر. فوائد السجلات، طيب عندي سجلات وقاعد أرصد وقاعد أسجل وقاعد هاخذ تحديد المسؤوليات والمسألة فيما يتعلق بالمخاطر، تركيز الموارد التنظيمية، إمداد الأدلة الموثقة كدليل مهم جدا، التواصل ورصد المخالفات، خذها قاعدة واحفظها نصيحة، شفهي كذا أتكلم عاميا ما يأكلك عيش. إيش هو؟ أنا قبل أسبوع يا أبو فلان والله نبهت، صارت عندي مصيبة وأنا نبهت عليه قبل أسبوع شفهي، قال لك يا ولدي متى قبل أسبوع؟ والله أنا ماني متذكر اشتعشيت أمس. وقت المشاكل والطاعات والحوادث الناس يجيها زهايمر كذا وهبل لسان حاله، يقول لك أبعد عني هناك يا شيخ. طيب كيف أحفظ حقوقي؟ بالمكاتبة. عندك ملاحظة بلغت شفهي، مكاتبة، والمكاتبة على شاكلتين، إما ورقية عندكم سجلات، عندكم تقارير ورصد للملاحظات، أو إلكترونية. حلو، على حسب، بعض المنشآت تتعاملون إلكترونيا بعض المنشآت لا، لأني أفضل إلكترونيا، لكن المكاتبة لا تبلغ شفهي وتكتفي.
بلغ واكتب، بلغ وارفع. وسائل النقل أثناء العمل، أسباب رئيسية في وقوع الإصابات، لازم أأمن مكان العمل، أضمن المركبة آمنة، سلامة السائق، وأنه سائق مدرب وجاهز. بالتصوير يعتبر 100%، يا سلام، حلو؟ أوثق زيادة، يعني بعيد عن التوثيق، يعني أنت مدير وأنا رفعت لك، حلو؟ أنت ما شفت الحدث، غالباً وأنت تقرأ حتتصور الحدث ذهنياً، حتكده حتشكل صورة في ذهنك، حادث أنه جاك وطاح وصار فيه، لما يكون في صور كمان حتكتمل الصورة تماماً عندك. الرؤية الجيدة مهمة جداً في مكان العمل فيما يتعلق بالسائقين وأنظمة الإنذار، أحزمة الأمان والمكابح، ويلتزم بالسرعة المحددة من قبل المكان. هذه خاصة بالأغرونومية، التحركات، لما نشوف عمالة تشيل وتحط بطريقة خاطئة، وضح، نبه، أرشد، رفع الأحمال الثقيلة طريقة الخطأ، الانحناء، العمل في وضع غير ملائم وغير مريح، المجهود الأكثر، العمل لفترات طول، فترات استراحة، التدريب المناسب على إجراءات السلامة، التعامل مع الأعمال الثقيلة غير ملائمة، يحق لك إيقاف العمل في شو اسمه في يتم إيقاف العمل إذا كان في وضع غير آمن، ممارسات غير آمنة، الإخلال بشروط التصريح، وتغيير ظروف العمل المحيطة. فجأة جاءنا غبار، فجأة جاءنا رياح، والمحيطة من أحوال جوية، واستخدام أدوات خطيرة بدون إذن، حلو، في هذه الحالات. وبرضو في موضوع ثاني ما أبغى أتطرق له، بس بصراحة القوة عايدة على الإدارة، إدارتك قوية، مليان أنت من إدارتك قوية، توقف معك، وقف عمل في بعض الأشياء، مع أن الأشياء هذه النقاط مرة مهمة. أحيانا بعض العمل يكسرون كلمتك، فهمت؟ ما هو اتهاما، في بعض المنشآت يا رجال ما صدقنا جوك، لا تجلس لهم، خلهم، خلك مشرف عليهم من بعيد، صارت المصيبة هتأخذ عند. فعشان كده مهمة جدا قوة الإدارة في موضوع إيقاف العمل. طيب 5 دقائق كده وحنخلص. المواد الكيميائية، هل هي الأضرار المتعلقة بهذه المواد، مسؤوليات أصحاب العمل تجاه وضع ملصقات وكشف وتحذير والتعامل معها في حال انسكابها، تدابير الامتثال للقوانين، إجراءات عمل آمنة، تدابير التحكم على الفور للقضاء على المخاطر، يتعين على جميع ممارسي ومحترفي السلامة، حلو، اللي هو أنتم، والصح أنه يتعين على الخطوات والعمليات القياسية لمراقبة المواد الخطرة الخطرة الموجودة في مكان العمل، تدريب العمال على نشر الوعي والمخاطر المسحوبة لهذه المواد. هذا مثلث الحريق والكل عارفينه، حرارة، أكسجين، وقود، هذه العناصر الأساسية، إذا اجتمعت يصير حريق، عنصر ناقص مستحيل يصير حريق، اللي هي حرارة، وقود، أكسجين. مثال، عندي في الغرفة هنا أخطر أنواع الوقود، وعندي مصدر للاشتعال حرارة، بس أكسجين ما في، مسحوب تماماً من الغرفة، انسى يصير عندي حريق، انسى تماماً. فهذه الثلاث العناصر الأساسية، حتى فكرة الإطفاء بعزل عنصر من العناصر الأساسية هذه. الأكسجين خذها قاعدة دائماً، لما تيجي تتكلم موجود، عند نسبة تقريباً 21%، ما نتكلم في الأكسجين، موجود تماماً. حلو؟
ولا نقدر أتحكم فيه. فخلاص عندي حاجتين، عندي وقود وحرارة. حلو؟ طيب الوقود والحرارة أقربوا من بعض ولا بعدهم؟ لا، أسبب بينهم عداوة. حلو؟ طيب أنا قلت الأكسجين ما أقدر أتحكم فيه، موجود، بقي عندي حرارة ووقود، برضو عنصر ثاني ما أقدر أتحكم فيه، إيش تتوقعون؟ الحرارة ولا الوقود؟ يا أخوان الأكسجين قلنا خلاص ما نقدر نتحكم فيه، حتى الوقود يا أخوان ما أقدر أتحكم فيه، أقدر أتحكم في الحرارة بس الوقود ما أقدر. إيش تقصد يعني؟ الوقود وش هي؟ لابتوب، جوالي، كنب، تسريحة، مخدة، شرشف، بنزين، ديزل. حلو، صحيح. هذه كلها وقود يا اخوان. حياتنا هذه جزء من اساس من حياتنا. عيش في الخلاء واضمن لك واحلف لك يمين ما راح يجيك حريق. فعشان كذا تحكمي غالبا هو في الحراره، استخدم مصادر حراره عامله، عدم استخدام الاجهزه المعيبه والكلام اللي طول اللي شرحناه. هذا يوصي زي ما قلنا في الكهرباء، استخدام موصلات كابلات، شخص مدرب مسؤول عن التركيبات. طيب الحد لو فيه موجود غازات، الحد من كمية الغاز، تجنب والتقليل من انتقال انطلاق الغاز في الجو. منصات العمل المرتفعة سواء سقالة سواء سلم. حلو، نتأكد من الارتفاع، التطبيق، المشغلون، عرقلة الحركة، حركة السير، التزام وضبط النفس. أبراج السقالات مهمة جدا، ننتبه منها من القرب من الكهرباء، يلتزمون بالتعليمات، تركيبها تكون بالشكل الصحيح. حلو، مسافة آمنة للمارين من حول السقالة، عدم تراكم الأغراض أو بقايا العمل، يعني طالعين يضربون بول خلاص، ألزمهم بعدم تراكم الأشياء، عدم العمل في سرعة رياح تتجاوز الحد المطلوب، المزح واللعب والهزار اللي ملوش منه يمنع تماما، الأماكن المغلقة هي الخزانات، الآبار، الأنفاق، صوامع الغلال. حلو، كيف أضبط العمل ذا؟ بتصريح. إيش فيه التصريح؟ فيه اسم وتعريف المكان بالعمل المغلق. حلو؟ فيه أسماء المصرح لهم ما يدخل، كم العدد؟ 20، اصحى تدخل غير العشرين. طيب إيش معدات الوقاية الشخصية الملزمين فيها في الدخول؟ والله خوذة ونظارة مثال، لا يدخل أحد بدون خوذة ونظارة، لازم وسائل اتصال مع العاملين، جوال، اتصال، بيجر، والله ما في، بطلوا البيجر، حمام زاجل، الزبدة يا أخوانا بوصل لكم أنه لازم وسيلة اتصال، والله لو حب يهزونه هذه وسيلة اتصال بينه وبينه. هذه الأماكن المغلقة، ويسجل نسبة قياس الأكسجين والغازات قبل البدء في العمل، وشخص مكلف من مسؤولين السلامة متواجد عند فتحة الدخول، تطبيق إجراءات التصريح. الحوادث والأحداث. حلو، الحوادث هو حادث جمع حوادث، الحدث وجمعها أحداث. مثال أعطيكم بس أختصر لكم، يمكن البعض واصل له الفكرة، بس أعطيك كمثال الحوادث والأحداث كيف أفرق بينها. نحن كلنا في العمل دحين، جوة العمل، وكلنا عارفين إنه في سقالة برا مفروشة للعمال وقاعدين يضربون بول، ونحن جالسين سمعنا صوت، طلعنا لقينا السقالة طاحت. حلو، ولقينا العمال منتشرين على الأرض وطايحين وإصابات، هذا حادث. طيب السيناريو الثاني، ونحن جالسين نفس الوضع، سمعنا صوت، خرجنا لقينا السقالة طاحت، لكن بفضل الله طاحت وقت ما كانوا هم بريك، ما في أي إصابات، هذا حدث. وين الرابط المشترك؟
الإصابات. يا سلام عليكم، ممتازين. أنا أتكلم على منظمة السلامة. التحقيق مهم جدا في الحوادث، التحقيق عشان أسوي التحقيق مهم جدا في الحوادث. أو التحقيق، لا، رقم واحد لازم أكون وفي لتشريعات السلامة، حلو. رقم اثنين لمعرفة المتسبب، لمعرفة تكلفة الحادث أو تكلفة التعميل، ولعدم الوقوع فيها مرة أخرى. طيب، التحقيق يشبه لحد كبير من تقييم المخاطر، لازم أحقق في أي حادث يصير. هو جمع المعلومات، حلو، وتحديد الأسباب الكامنة والجذرية. فلما جمع أشبه ما يكون بتقييم المخاطر، إيش السبب والأسئلة الخمسة المتاحة، أين وماذا ومتى وين صار، من المتسبب ومتى صار. طيب، تبني الدروس المستفادة من التحقيق ومسؤوليات صاحب العمل حول الحوادث المرتبطة والمسببات لعدم التكرار إلى آخره. عمل التقارير وحفظ التقارير، خذوا نظرة عليها. طيب، وقوع الحادث، في بيانات مهمة للحادث، حاول لا تخلي لك خلل في تقرير الحادث، نوع الحادث، السبب والمكان اللي صار فيه، وش النتائج اللي صارت في الحادث لما تسوي لي تقرير حادث، حلو. لا تخلي أي ثغرات، لا تخليني أرجع لك يا أخي وين صار؟ وإيش اللي الأسماء؟ وصلوا المستشفى ولا وصلوا الإسعاف ولا ما وصلت تماما؟ أعطيني فكرة عامة عن الحادث، اشرح لي سبب الحادث، اكتب لي الإجراءات التصحيحية، هذه تكون دائما في آخر التقرير. إيش الإجراءات التصحيحية؟ إيش توصياتك يا أخي؟ ما بط الحادث يتكرر مرة ثانية، حلو؟ والله مثال، تكتب لي إجراءات تصحيحية على حسب الحادث، أنا ما أدري، بس تقول والله عدم وجود معدات الوقاية الشخصية، أو عدم لبسهم معدات الوقاية الشخصية، أو أنهم ما يلتزمون، أو أنهم ما هم مدربين، أو عدم وجود حواجز، هذا اللي كانت سبب في الحادث. نظام منهاج إدارة السلامة، خذوا نظرة سريعة في الجودة. طيب، يعطيكم العافية وشكرا لكم، واللي بيخرج جو 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 جو، بالتوفيق، سامحونا إذا بدر منا قصور، واللي عنده سؤال أو استفسار أنا جالس بعد خروج الأخوان. اللي بيخرج استودعكم الله، يعطيكم العافية وفرصة سعيدة وما قصرتوا. أشكر حسن استماعكم ومشاركتكم، الله يسعدكم حبايبنا. ايوه معليش، قبل الخروج، قبل الخروج معليش ننتظر بس لحظه نشوف الرابط، اذا بيرسلوا لنا الرابط اللي تبغونه. ما ادري هم سامعيني، اداره الجمعيه
تفضل أستاذ منصور. نعم أسمعك. هم طالبين جروب، إذا في إمكانية جروب الجمعية العام ترسلون الرابط ولا براحتكم؟ إيش الوضع؟ لا يعني يعطونا أرقامهم، إحنا إن شاء الله نضيفهم بالجروب. طيب كبش. طيب نختم، اختم بجوالك واسمك إذا تبغى تدخل الجروب. هيوافونكم كل شيء بعد شوي بإذن الله. بإذن الله باللي بخصوص اللي تسألون عن التسجيلات حتنزل إن شاء الله بإذن الله على قناة الجمعية الرسمية باليوتيوب بإذن الله. وبخصوص بخصوص الجروب ياليت تتواصلون معي على رقم الجوال إن شاء الله بإذن الله حتركه على الشات، وبإذن الله راح نضيف الجميع إن شاء الله. أنا بلغتهم يحطون أرقامهم في الشات كويس كذا؟ تمام مو مشكلة. هاي. على بركة الله. حطوا الاسم. نعم. ونعطي بس دقيقة وبعد كذا. وبعد كذا. إذا في أسئلة أو مراجعة نخلص بس معليش. بس دقيقة. معليش. عشان الأسماء. حط لي إذا تبغى الجروب حط اسمك ورقم جوالك. وبالتوفيق. وهم حيتواصلون معكم. بإذن الله. مهندس منصور، دقيقة وحنبدأ. هرجة أرقام في جوائز هتتوزع. المايك يا أخوان، المايك. الله يسعدكم. نص دقيقة. اللي حط الرقم الجوال والاسم لدخول الجروب قادر يطلع، وراح أجلس للأسئلة والاستفسارات. خروج يا أخوان. جو 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 جو. ما في تحذير. على بالشيخ بندر بإذن الله. والله الإضافة مالي، والله مالي أي علاقة في الأمور هذه والجروب، فعن طريق الجميع. شفتوني قدامكم، كلمتهم سألتهم قالوا نحن نضيفهم عن طريق ناخذ أرقام جوالات، ف عن طريقهم مشكورين ما قصروا على مهندس منصور. إيه؟ لو سمحت إذا ممكن الجمعية نفسها هي تعطينا الرقم كذا أفضل، لأنه الأرقام مرة كثيرة فما أتوقع أنهم بيمديهم أنهم يضيفون كل الناس، فهم يعطونا رقمهم أفضل وأسهل. كيف يعطونكم رقمهم؟ الرقم اللي هم بيتواصلون معنا يعني، فخلاص ما أدري، أغلبهم ما يعرفون الأرقام عندكم، ودخلوا من جروبات كثيرة ما لها أي علاقة، فما والله ما أدري إيش الآلية. تمام شكرا. معلش. طيب في أحد عنده سؤال استفسار شيء؟ ترى الشات عندي صغير الآن، بكبر الشات عندي صغير وقت المحاضرة، فعشان كذا أنا ما استجهل أحد ولا يمكن عنده سؤال كذا. سؤالك يا أبو عبد الله مستوى المحترف أعلى شوي من ممارس، فعشان كذا مشددين شوي. حلو. لأن لو تلاحظ المسميات الوظيفية الخاصة بالمحترف لما يتخرج أعلى من المسميات الوظيفية الخاصة بالممارس. يعني مثال، واحد تخرج ممارس، واحد تخرج محترف. الممارس يمسك سوبرفايزر مشرف، المحترف لا، مدير. فعشان كذا معلش زودوا العيار تجاه المحترف وقننوه بالزيادة.
خلوا الاختبار مقالي وتكون سريع عشان تقاريرك والأشياء اللي بتسويها بكرة. عشان كده كنت أقول في البرنامج دائما للكوادر يا أخي هيئ نفسك من بداية الدورة. دائما أقول للأخوان معي في الدورة جيب لابتوبك، اختبارك أحاول أخليه دائما باللابتوب. مهم جدا تكون حريص إنك أو تكون جاهز للعمليات الكتابية وسرعة الكتابة وعملية إنشاء تقارير، لأن هذه هي عملك. إذا تخرج لي محترف ما أنت يعني كثير مرة عليه حلو، والله مبدع كمحترف مبدع في الاختبار ما قدر إلا حل 4 أسئلة. ليه؟ كتابته بطيئة جدا كده يدور لي الحروف وين. كنت أقول له من أول الدورة جيب لابتوبك نصيح. عدت 4 شهور هوا طلع الاختبار وهو مو قادر يكتب. والله تنحرم من الاختبار عشان مجرد أنه المشكلة هذه شائعة على مستوى المملكة. ليه سوينا المراجعة هذه؟ صار في خلل غير مقصود. ما أبرر لأي جهة حلو، لكن في النهاية تدريبكم تحت مظلة الوزارة ما في خوف عليكم، لكن صراحة هي بس عملية الوقت والتأخير قد يضر. صارت إشكاليات كده ما بين المعاهد والمراكز، المعاهد مع كليات التميز صار في خلاف. في النهاية حيتم اختباركم بس هي عملية الوقت اللي يصير. ما احنا راضين أكيد بالشيء ده، لكن لما دورت إلى الآن متخرجين من 7 شهور وثمانية شهور ما اختبر، ما حسيت إني سويت شيء. التبليغ في غالبا في التبليغ في البريد الإلكتروني هي واحدة من الثنتين، يا تقارير جاهزة ومفعلة موجودة في الجهاز تكتب فيها تعبيها وترسل. الإرسال كيف؟ بالإيميل، أو هذا نادرا وأقل تكتب الموضوع في الإيميل، لكن غالبا إذا المكاتبة إلكترونيا نفس النماذج الورقية اللي تكون في يدك هي نفسها موجودة في الجهاز. تعبيت سجلت اسمك، طب كيف توصل التقرير ذا؟ بالإيميل، ترسل إيميل للجهة اللي أنت حتكون حتعرفها في مكان العمل المسؤولة عن رفع التقارير أو الجهة المسؤولة عن تصحيح الخطأ هذا. لازم تلتزمون بالكتابة ولا تبقون شيء، كأنك في حصة تعبير. هذا إذا وردت ابدأ بالأسئلة السهلة، في النهاية لا تخلي لي شيء فاضي، كأنك يعني كأنك نوعا ما تعبر في الموضوع. ها يمين قد يسار، ها لعل وعسى تطلعون بدرجة مناسبة. تختلف في التصحيح صراحة بين مصحح مدقق هو اسمه مصحح ومدقق وشخص ثاني. ممكن نفس الإجابة حقتكم جت الواحد أعطوكم 10 بس ممكن راحت الواحد الثاني أعطوكم 7-8. فهي عادة. فالشاهد يا أخوان لا تبقون سؤال فاضي، وخلك حول الحما يعني دور حول الموضوع كده بعبر وكلمتين يمين يسار على دائرة السؤال نفسه. في إمكانية إعادة الاختبار حلو. الأسئلة هذه والاستفسارات هذه في صفحتكم لما ترفعون هتحصلون تحت أرقام اقتراحات وشكاوي حلو. تواصلوا مع الرقم هذا واستفسروا للتأكد من الإجابات الصحيحة إذا تبوا. هم هذه الأرقام حاطينها لكم عشان تتواصلوا معه أو طلب إعادة الاختبار أتوقع فيه رسوم. ما نقدر نتوظف، كيف ما تقدرون توظفون؟ السؤال هذا السؤال هذا بالله يا ريت تشرحوا لي اياه عشان قبل ما اخش عرض على السؤال ده. بصراحه اتوقع الاختبار اعادته برسوم ان شاء الله. ان شاء الله نقول لعل وعسى في الاختبار الثاني في الاعاده. زي ما قلت تختلف من مصحح ومدقق، ما يكون اختلاف جذري بس يعني هذا اعطى
مثال على السؤال 10 أو الثاني لا والله شاف إنه 6-7 فتختلف. والله هذا المحترف، عشان كذا دائما أقول للشباب يا أخي حاس إنك ما أنت يم الدراسة ولا أنت يم ما صدقت افتكيت ولا في عيد، يا أخي ادخل ممارس. حلو، اختباراتهم اختيارية. لا والله أنا جامعي ما أوكي، طب خشيت خلك يعني معليش مو كلمة تقليل والله، بس خلك قد البرنامج ده محترف ترى قوي من أول. أنا دائما أتكلم مع حقين محترف في دوراتي، أنا ما بين محترف وممارس، أشدد بالزيادة تجاه المحترف حتى الممارس، بس محترف بالزيادة، جي سوي افعل. بصراحة الاستجابة قليلة جدا وزي كذا دخل الاختبار ورد. لا 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 يا ناس، ادخلوا الاختبار وانت مسجل في التامينات عادي، ادخلوا الاختبار وانت مسجل في التامينات، دخولك الان في التامينات والوظيفة ما راح يعطلك عن الاختبار. لا والله ما أقدر، والله جدولي مشغول، عندي تدريبات ثانية في المساء أونلاين. سبحان الله حطوا الجدول والله وأنا ما أدري عنه، ما عرفت اللمس، بقول الحمد لله نجحت اليوم تدريبكم. فبالعكس الزملاء الثانيين فيهم الخير والبركة. يقال أنه أرسل الرابط. إيش الشهادات في قلوب ما تستلمها؟ والله ما أدري، ما حسس تختبر تتخرج تأخذ شهادة تدريب، هذا من الوزارة، ما لك صلاح بالجهة المشغلة اللي نفذت البرنامج. النهاية أنت تدريبك تحت مظلة الوزارة. في نماذج أسئلة كثيرة توزعت، إن شاء الله لا دخلت الجروب حتشوفونها. حيفتح التقديم، يفتح شبه شهري التقديم للمعاهد. عندي الانستغرام، منص 994. ايش الآلية بعد الاختبار؟ الآلية اختبار اجتزت حتاخذ الشهادة، روح قد الدورة هذه. البرنامج هذا ما هو منتهي بتوظيف، خليني أقول لك موعود بتوظيف. ليه؟ المنشآت تبغى؟ أيوه تبغى، وأنا أشوفها قدام عيني. المنشآت تبغى، أحيانا ايش يصير الخلل؟ والله يدخل مقابلة شخصية والله صفر، متخرج ممارس متخرج محترف، فاستبعدونه شوي. الآن فارضة وزارة الموارد البشرية اللي هي وزارة العمل أو مكتب العمل، فلما أنت هي طارح البرنامج هذا تتوقع وتتخيل ما تفرض على المنشآت توظيفكم إلا فارضة وبنسب معينة وبعدد معين. أغلب المعاهد تقدم نسائي. طبعا إيش اللي صار بعد الخلل والاختلاف وكليات التميز والأشياء دي وتعطيل الاختبار؟ منعوا مراكز معاهد كثيرة، فعشان كده بدأ التعطيل، بدأ الآن موجود بس في الرياض والدمام تقريبا شوية، ها بدأ يتنفس ويرجع البرنامج من جديد. في جدة توقف البرنامج تماما، كل المعاهد وقفوها عشان موضوع الاختبارات والتأخير والإشكالية اللي صارت. في بعض المعاهد بدأت تطلع جديدة تتبنى البرنامج وتأخذ وتدربه من جديد. فشوفوا المعهد والمدينة اللي موجودة غالبا يكون موجود فيه نسائي. المقابلات بالإنجليزي فيه بس قليلة جدا صراحة، ما أبغى أقول لك يعني. شوف تخرجت برنامج كوادر حتى الشهادة، الفرص الوظيفية مثال متاحة قدامك 10، لو عندك إنجليزي 25 متاح عندك، شايف كيف الزيادة؟
وهذا من الاشكاليه اللي صاروا يقولون متخرج يجبرونه انجليزي. لا بس اقول لك مثال صراحه، تحصل على 10 منشات ثلاثه منها الى اربع ثلاثه مشدده شوي في عمليه الانجليزي، سبعه اكثر من النص ملزمين بتوظيفك. كليات التميز في الصفحة اللي انت فيها صفحتك، انزل تحت حتحصل الأرقام موجودة. نوعوا طرق المذاكرة والمراجعة ما بين الأسئلة المحلولة، ما بين المذكرة الدش، ما بين سلايدات الدورة اللي كان يقدم فيها المدرب. أنا ما أدري، أنا دحين مراجع للناس اللي أنت ما أدري إيش وضعكم، أي صفحة أنتم، أنتم في البرنامج الآن داخلين، وضحوا لي بالله. الآن اللي يسأل على البريك، الآن بريك إلى بكرة الساعة 6، بكرة الساعة 6 إن شاء الله المغرب ينتهي البريك، وادخلوا الساعة 6 إن شاء الله مع مدرب اللي بيقدم دورة، اللي بيقدم الوحدة الثالثة. والله الأمور هذه ما لنا صلاح فيها، حدودنا مدربين وكل شيء، الجهة المشغلة البرنامج الوزارة، كلية التميز، كل شيء من عنده. الله يعطيكم العافية. البرنامج هذا أنت مو اللي تسأل على البرنامج، مو موجود عندكم المدرب معطاكم إياه، ولا أنتم ما تعرفون البرنامج ودخلتوا بس تشوفون الدورة. لأن اللي واضح لي الدورة كل المتأخرين ومتعطلين على الاختبار، بس هذا الفرق. فالمدرب موجود، وموجود أنا عندي بس عشان التواصل بس. طيب أبشر أبو حسن، تواصل معي على الانستغرام وأبشر. كلها والله مهمة، والله ما تدرون. فهم يجيبون خمسة أسئلة أو أربعة من كل وحدة، الأولى الثانية الثالثة. ركز لي على الأولى، ليش فيها دش كثير وأنا دائما ما أحب الوحدة الأولى صراحة. حياكم الله يا مرحبا. أو ستة أسئلة من كل وحدة، فركزوا لي على الوحدة الأولى، يعني زي المخاطر، يعني شبه مفهومة معروفة التفتيش، هي الوحدة الأولى دائما أشوف إنه فيها شوي. ما أدري والله ما أدري متى الاختبار، تواصلوا مع الجهة اللي دربتكم، أو إذا خرج الموضوع خلاص من يدهم، أرقامكم موجودة عند كليات التميز، حيرسلوا لكم رسائل متى موعد الاختبار. منص MANS 994، بس بالله بيّن لي كذا، اكتب لي، حط لي إيميلك عشان إيش أرسل لك الملف هذا. حلو، تحدد الاختبار 12 14 12، حلو ممتاز يا سلام. لا في ناس لسه إلى الآن ما تحدد، فما أدري هم ماخذينهم بالترتيب التسلسل، الله أعلم.
النصيحة الأولى المراجعة. حلو، توكل الله قبل كل شيء وأن للمراجعة. حلو، لا تعطون الموضوع أكبر من حجمه. حلو، في كلمة ودي أقولها ما ودي أقولها، ليش؟ عشان لا يصير اتكالية، اللي هي ترى في فرصة إعادة الاختبار مرة ومرتين، أبغاها بس من جانب هدوء، بس ما أبغى من جانب اتكالية لا يمكن أعدي بس. وفي النهاية من جانب السيفتي في النهاية هو علم، أخذته ببرنامج كوادر، أخذته عن طريق دورات تدريبية، فتحت اليوتيوب واستمعت مقاطع، هو علم. على قد حصيلتك في العلم هذا حتبدأ حتكون مميز. لا غالبا محصور على المنهج، والله أسئلة شوي كمحترف، بس من ناحية مقالية، من ناحية مقالية عند بعض الناس يقول لك أبدع في المقالية، أكتب وأعبر من رأسي في حدود المطلوب طبعا، أفضل مما يكون اختيارات وتشتت. والله يا أبو عبد الله والله ما لي صلاح بالاختبار، والله نحن مدربين حتى نقدم الدورة ونضرب الباب بس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مهندس منصور معك أبو عبد الله. هلا 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 حبيب أبو عبد الله. باخذ بنفسك شوي. لا ولا همك، تفضل. أول شيء أشكرك وأشكر مهندس سلطان وأشكر مهندس عطية وأشكر القائمين على البرنامج، والله يعطيكم العافية وما قصر. الله يسعدك، بالعكس هذا حق واجب. التدريب رسالة. ثانياً طال عمرك، أنا عندي ملاحظة كمدرب إن بناء اختبارات محترف يعني يعتبر من الاختبارات التقليدية القديمة، يعني هي تخدم نوعين من أو عنصرين في الاختبار، تخدم مدى حفظ المدرب، حفظ يعني زي حفظه أي شيء، يعني زي ما تقول مجرد من الفهم، مجرد يعني حفظ. أنتم رأيت اختباراتكم السابقة يعني طلعت على بعضها، هي كأنك تقول لي احفظ اللي بالورقة الكتاب وتعال اكتبه لي هنا. هذا واحد. اثنين، بالنسبة يعني أنت الاختبار يقيس الحفظ، مدى حفظ المدرب، ويقيس أيضا سرعته على الكتابة على الكيبورد. طبعا انا من وجهه نظري انا ان يهم اني اطلع من هذا البرنامج بمعلومات، يعني فهم المعلومات وتطبيقها بكره في ميدان العمل. وهذا صراحه يعني انا لاحظت من خلال يعني كلام الاخوان اللي سبقونا في الاختبارات ان كثير منهم يعني ما استطاع ان يجتاز الاختبار في المرة الأولى، وانتظر 6 شهور أو 8 شهور حتى يدخل الفرصة الثانية بالاختبار. هذا يعني يعطل الناس، يعطل المدربين أيضا، برضه يكلف على الوزارة، يعني لما يكون أنفقت على الطالب هذا المدرب يعني مبلغ مالي ثم بعد ذلك طال عمرك يتأخر، ولا يعني زي ما تقول تكلفة اقتصادية أيضا على الوزارة. فأنا أقترح من وجهة نظري أن يبنى الاختبار على أساس الاختبارات الحديثة، إيش هو بقياس والقدرات واختبارات الحصول على الرخص المهنية في جميع المجالات. لماذا أرجعنا إلى الحفظ؟ لماذا أرجعنا إلى سرعة الكتابة؟ هذا موضوع. الموضوع الثاني طال عمرك اللي هو تأخير الاختبارات. يعني إحنا أنا من البرنامج خلصت البرنامج تقريبا 3 شهور أو 4 شهور. صراحة يعني صار فارق بين مدى ما فهمت من المدربين إلى الآن، يعني نسيت أشياء كثيرة. الشيء الثالث يذكر لنا أثناء التدريب، طبعا ما أدري هي مصادر، يعني هل هي عندهم معلومة كاملة أو إنها مجرد توقعات، بأن الطالب المتدرب لا يحق له أن يدخل وظيفة ويتسجل في الساميات الاجتماعية حتى ينتهي من اختبار الدورة التدريبية.
فيعني نلتمس منكم يعني زي ما تقول المساعدة والإحسان إلى المدربين بالتخفيف عليهم في موضوع هذا الاختبار أو تغيير نمطية الاختبار، لأن أنا صراحة أنا شايل هم الاختبار جدا شايل هم، وأنا لي ثلاثة شهور أنا أذاكر وأحفظ، لكن أنا ما عندي ملكة الحفظ، عندي ملكة إني أستطيع إني أفهم ولكن لا أستطيع إني أحفظ. فلما يطلب مني السؤال سيناريو معين إني أضطر إلى حفظ أشياء معينة وأكتبها بالترتيب حتى أحصل على درجة، هذا من الصعب علي الصراحة، وأيضا على زملائي المدربين في المناطق الأخرى. طيب أنا أشرح لك هذا طال عمرك حبيت أوصله لك ووصل يعني زي ما تقول المسؤولين اللي يعني قريبين منك، والله يجزاك بالخير وما قصرت أنت والزملاء، شكرا لك. الله يسعدك ويعطيك العافية أبو عبد الله. طيب بالنسبة للتأمينات إن شاء الله ما في خلل، لو دخلت التأمينات وأنت ما باقي ما اختبرت، أهم شيء المرحلة الأولى غالباً ما راح يقولوا لك الشيء هذا علناً ومباشر. حلو، أنا لي سنتين في البرنامج ما في أحد تعطل عن البرنامج بسبب دخوله في التأمينات، ممكن يتعطل ركزوا دخوله للدورة في البداية إيه، لكن بعدين إن شاء الله الأمور طيبة. حلو، هذه واحدة. الشيء الثاني الاختبار وما الاختبار أتكلم فيه أول، وقلت أنه خلل صار، ما هو تبرير بس أوضح لك الفكرة، خلل مرتبط ما بين المعاهد والمراكز ويصعب أني أذكر المشكلة هنا، هذه واحدة. الشيء الثالث منهج محترف فكرتهم لما تتخرج ما راح تمشي بالمنشأة، راح تتوظف في الإدارة، فيبون عندك الفكرة التخطيطي التنظيمي تنسيق معالجة الأمور، هذا بس الفكرة، عشان كده خلوهم مقالي. حلو، يلا سوي لي نظام 1 2 3 ويشوفونك كيف مستواك. الخلل وين؟ الخلل ما في تأسيس، فعشان كده تتكلم كلام صح، لو في تأسيس في البرنامج حلو ما وصلنا للمرحلة دي. كيف أفهمك؟ هذا البرنامج محترف، خلينا نقول مثال مستوى ثالث، طب إيش المفروض؟ يعطونك مستوى أول وثاني وبعدين تخش. لا، هم على طول على المستوى الليفل العالي، عشان كده دائما كمدرب اعرف ان اللي جالس قدامي على الكرسي صفر سيفتي، فابدا اسس معه من اول اسبوع في الدوره الاشياء. يعطيكم العافيه، شكرا لكم، والاختبار والله ما ادري من متى، هذا يتحدد من عندهم. يعطيكم العافيه، استودعكم الله، على امل اللقاء بكم في حلقات قادمه، استودعكم الله.